السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، يسعد الله مساكم وين ما كنتوا وحياكم الله ويانا في مشوار جديد من مشاوير برنامجكم برنامج استوديو الفجيرة. بداية خلونا نمسي على زميلتي مروة أحمد. مروة مسات الله بخير. مساك خير وسعادة ومساكم نور وخير وسعادة مشاهدين وين ما كنتوا تتابعونا عبر شاشة تلفزيون الفجيرة في حلقتنا المنوعة والمميزة لليلة من برنامج استوديو الفجيرة، واللي راح نقدم لكم من خلالها آخر وأهم المواضيع وأيضا المستجد. نعم أكيد مروة، مشاهدينا حياكم والله ويانا، وراح ناخذكم في جولة في دهاليز فقراتنا لهذه الليلة واللي راح تكون ما بين أخبار دار السعادة، وراح نتعرف أيضا في فقرة حديث الفجيرة عن تجربة تخصص هندسة الطيران أكيد، وراح ننطلق مرة أخرى مع فقرة الترند في دار السعادة حول أهم الترندات أكيد. أما في فقرة متميزون نتعرف وياكم على صانع محتوى وما يقدمه عن الأماكن والوجهات السياحية الجديدة في دولة الإمارات. فعلا مواضيع متنوعة يا علي، وراح نكون دائما وأبدا مشاهدينا بانتظار تفاعلاتكم وآرائكم في مواضيعنا المختلفة وفقراتنا المتنوعة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بتلفزيون الفجيرة عبر هاشتاج استديو الفجيرة. والحين أحب أمسي بعد على زميلنا عبد الله واللي راح نتعرف وياه على آخر أخبار السوشيال ميديا في فقرة ترند في دار السعادة. مساك ورد وسعادة يا عبد الله. سعد مساك يا عبد الله. مساء الخير علي ومروة، ومساء الخير لكل متابعينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم استديو الفجيرة، ومثل ما عودناكم أن نقدم من خلال هذه الفقرة آخر أخبار الترند في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبناخذ لمحة بسيطة عنها في عناوين فقرة ترند في دار السعادة لليوم. ومع أول ترند، تقارير تشير إلى أن شركة أبل تستعد لتطوير طرازين قابلين للطي من آيفون. والترند الثاني، مؤسس أمازون ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس يقترب من إزاحة إيلون ماسك من على عرش أغنى رجل في العالم. والترند الثالث، سرقة في وضح النهار لمتجر من متاجر أبل بالولايات المتحدة الأمريكية. وكانت هذه عناوين ترند في دار السعادة لليوم واللي راح نتكلم عنها بالتفصيل بعد قليل. وعودة لكم مروة وعلي. شكرا عبد الله، وفي الحقيقة متحمسين نتعرف على تفاصيل فقرات الترند في دار السعادة، ولكن مشاهدينا الحين راح نتعرف وياكم على آخر المجريات في فقرة دار السعادة. مشاهدينا، تنطلق غدا منافسات النسخة الرابعة لبطولة عجمان الدولية لبناء الأجسام التي تقام في الصالة الرياضية لنادي شرطة عجمان والرماية برعاية دائرة التنمية السياحية في عجمان وتحت إشراف الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي. نعم مشاهدينا، وللمزيد من التفاصيل حول هذه البطولة معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ أحمد جوهر، وهو عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية. أهلا وسهلا فيك في استوديو الفجيرة. يا هلا ومرحب فيك. يا مرحبا وسهلا. هلا وسهلا، حياكم الله. الله يحييك ويا مرحبا بك. بداية يا ريت لو تحدثنا عن البطولة، بطولة عجمان الدولية لبناء الأجسام والتي انطلقت منافساتها وفعالياتها اليوم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على الاستضافة. العفو. العفو. وتعد بطولة عجمان الدولية من البطولات المهمة التي يشرف عليها التي يشرف على تنظيمها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام. نعم. ويحرص الاتحاد وفقا لتوجيهات الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي على تقديم الدعم الفني والتحكيمي لكي تظهر بشكل بارز باعتباره من البطولات اللي تستقطب اكبر عدد من اللاعبين. نعم. من مختلف انحاء العالم. نعم صحيح. استاذ احمد، ما هي نظرتكم في اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقه البدنيه للبطوله؟ والله من ناحيه لجنه المنتخبات واللجنه الفنيه للاتحاد نستثمر جميع الفرص المتاحه لاستكشاف المواهب المواطنه. نعم. لضمهم للمنتخبات عندنا في المنتخبات الوطنيه، او حتى نشجع لاعبين الآخرين المشاركة في البطولات الدولية القوية، ومنها من بطولة عجمان للاحتكاك الفني أو للتعرف. نعم. على يعني المستويات العالمية كاحتكاك، وبما يساهم بتحقيق الإضافة إن شاء الله المطلوبة. نعم. نعم. وعن المؤتمر الصحفي أستاذ أحمد، ماذا عنه؟ ما هي أهم فقراته؟ ما الذي
طرح فيه ايضا؟ والله في تباشير الخير ان شاء الله باذن الله دائما ان شاء الله. طبعا الحمد لله المؤتمر الصحي تم الاعلان عن ان دوله الامارات راح تستضيف ان شاء الله بطوله اسيا في اماره عجمان. نعم. وبحضور دول رفيع المستوى، وهذه البطوله ان شاء الله غاريه ومهمه تجمع ابرز اللاعبين اسيا، واضافه صحيح. لنا في اتحاد الامارات لكوننا سبق يعني استضفنا بطوله العالم، بطوله العرب ومختلف البطولات الدوليه في دوله الامارات العربيه المتحده باستثناء بطوله اسيا ان شاء الله، ونتمنى التوفيق للجميع باذن الله. باذن الله. استاذ احمد، كلمه اخيره منك للمشاهدين وايضا تقدمها بهذه المناسبه. والله أحب أقول كل الشكر والتقدير لهيئة السياحة في عجمان للدور المهم في رعاية البطولة وأهمية بدعم الرياضة الإماراتية، والشكر للجنة المنظمة برئاسة الحكم الدولي طارق خليل للعمل بشكل احترافي لإنجاح البطولة وخراجها بشكل مميز كما عهدنا في النسختين الماضيتين. ونحن في اتحاد الإمارات ندعم جميع الجهود التي تخدم تطور البطولات وما يقدم الصورة الجميلة عن رياضة بناء الأجسام في الإمارات إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية على هذه الجهود الأستاذ أحمد جوهر عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل التوفيق لكم. شكرا شكرا. يعطيك العافية. حياك الله يا مرحبا بك. نعم مشاهدينا، وإلى موضوع آخر، حيث أنه من أهم أهداف معرض بلاتفورم 09 هو دعم رواد الأعمال وتشجيعهم باكتساب الفرص المبتكرة والتجديد الدائم في مشاريع ريادة الأعمال، وذلك أكيد يعني من خلال عرض وتبادل التجارب الرائدة لسيدات الأعمال في مختلف القطاعات الإبداعية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. احنا شركة إماراتية تقريبا صار لنا 8 شهور فاتحين في المجال. اللي يميزنا عن غيرنا ان طبعا احنا حقنا كل المنتجات نسويها عندنا في البيت بكل دقة واحتراف، نعتبر كل عينة كل المواد اللي ناخذها حسب الزبون يكون راضي عن الجودة حق العطور وغيره. 09 والله معرض حلو ما شاء الله وفعلا راقي، انا اول مرة نحن نشارك فيه كشركة آنيا للعطور، قالوا سمعنا أكثر من ناس نصحونا عنه وقالوا لازم تشاركوا فيه، وفعلا شاركنا وهذه أول مرة وثالث يوم تقريبا. ما شاء الله الإقبال حلو فعلا، معرض فخم ولازم الناس تيجي عليه طبعا وتشارك فيه السنوات الجاية، وإن شاء الله أنا بعد السنة الجاية لازم أشارك فيه بعد. هذه ممكن 7 سنة بشترك مع 09، تنظيم رائع، كل سنة بيكون أحسن من السنة اللي قبل، وزي ما أنت شايف يعني في فعاليات الواحد يسويها وغير الشوبينج والمطاعم الحلوة. عندي جلابيات وعبايات وكله من يعني بخلط الأشياء التراثية مع الأشياء المودرن، يعني لأنه في تشكيلة كبيرة من الأشياء، يعني في اللي بيحب مثلا مخور، اللي بيحب الفساتين وكل حاجة. صراحة أنا من أحلى المعارض اللي عندي إياه، بشارك فيه كل سنة من أول ما بلش من 10 سنين، وكل سنة بنشارك فيه وكل سنة عن جد المعرض أحلى من سنة، والمبسوطة فيه الناس صارت تعرفني بالفجيرة. إحنا محل موجود بأبوظبي، سو الفجيرة لقلنا يعني مسافة، يعني لازم حضورنا هون كتير بيساعدني، من سنة لسنة زبيني بينطروني هون، والحمد لله يعني كتير كتير مبسوط. يعني السنة هالسنة أحسن من قبل، أحسن من اللي قبله، كم ناس تعرفني كمجوهرات وزنية، يعني بسموه إكسبوجر حلوة بالبلد. هلا نحن صرنا زمان بالخليج وبنعرف الذوق كمان الإماراتي، بس هالسنة مخصصيته عشان نحن قبل رمضان شهر رمضان، سو جايبه مراري اكثر لرمضان عشان الناس هلا بتتجهز لرمضان اكثر، سو في سناسل طويله مثل هلا هيدا اللي انا لبسيته مع الحلق الطويل مشان رمضان، وفي القطع الديلي اللي بعد هلا المره بتشتغل وهيك بتلبس قطع صغيره النواعم كل يوم ترفيون الصبح على الدوام وترجع، سو كمان هيدا الشيء جايبته معي كمان.
مشاهدينا الكرام، انطلقت فعاليات مهرجان الفرجان بين الغاف برعاية من فرجان دبي، والذي يضم العديد من المشاريع المتنوعة والأنشطة والفعاليات. ومشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا المهرجان ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ خالد هاشم العوضي، المنسق الإعلامي لفرجان دبي. أكيد أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد. أهلين، حياكم الله. حياك الله. جمع مبارك عليكم جميعا. علينا وعليك يا مرحبا بك طبعا. الله يحييك. بداية، يا ريت لو تحدثنا عن تفاصيل مهرجان الفرجان والذي تم تنظيمه من قبلكم، والهدف أيضا من هذا المهرجان. فبداية، مهرجان الفرجان البارحة بدأت الفعالية من تاريخ 8 إلى 18، ومهرجان بين الغاف يعني تأتي برعاية صندوق الفرجان اللي تم إطلاقه تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. وهدف الفعالية هاي أن نركز على الكوادر الإماراتية، المشاريع الوطنية في الفرجان، المواهب الموجودة في الفرجان، نسمع قصصهم مثلا، نركز على مواهبهم على المسرح، في منهم اللي مثلا مطرب او مثلا اللي مثلا يعزف البيانو. فدائما فنحب في المهرجان ان نركز على المواهب وايضا المشاريع الوطنيه من محلات من اصحاب المواطنين. استاذ خالد، ما سبب اختياركم مسمى المهرجان بين الغاف؟ فمهرجان بين الغاف، فحرصنا نركز على هالاسم. ليش؟ لان الغاف هو مسج بين الماضي والحاضر، حيث تعتبر ان اشجار الغاف من الاشجار الوطنيه الاصليه اصيله في الامارات، يعني وتعد ان هاي الشجره رمزا للصمود والتعايش في الصحراء. فلانه يقام في حديقه مشرف الوطنيه التي تمتاز بكثافه من الاشجار الغافيه. نعم. طيب، ماذا عن الآلية والمعايير المتبعه لاختيار المواهب المشاركه في مهرجان الفرجان؟ فالآلية اللي سويناها نحن تقريبا من شهر، حطينا رابط تسجيل، فاخترنا المواهب اللي توهم بادين في السوق، يعني اللي توهم طالعين مثلا في انستغرام، اللي محتاجين دعم. فركزنا على هاي الفئة عشان عشان نبرزهم في المجتمع. أستاذ خالد، لو نسلط شوي الضوء على المسابقات التي ستكون في مهرجان الفرجان بين الغاف لهذا العام. فعندنا الحمد لله كل يوم عندنا مسابقات متنوعة. فعندنا مسابقات مثلا مسابقة طبخ ويا عبد الله إسماعيل إن شاء الله مثلا يوم الأحد وتاريخ 18، وعندنا مسابقة بحث عن الكنز ويا حسن الملة، وعندنا مسابقات مثلا ويا عبير اللوز وعبد الرحمن المريسي، وعندنا مسابقات ويا بصمة زايد التطوعي. فالحمد لله كل يوم عندنا مسابقات، وحق اليهال، حق مو بس اليهال، حتى الاهالي يقدرون يشاركون، الكل يقدر يشارك في المسابقات. نعم. استاذ خالد، المهرجان يتضمن 25 ورشة، يا ريت لو نسلط الضوء اكثر على هذه الورش. فهاي السنة ركزنا على ورش متنوعة. الورش ما بين مثلا أنا نركز على الورش اللي فيها شوية عادات من تقاليد، مثلا صناعة الفخار، صناعة مثلا الورود اللي تكون سيراميكية، فالناس ترسم على الورود. ومثلا ركزنا على الورش حق الصغارية، تلوين، ومثلا بازل جيمز، وحتى مثلا الورش اللي مثلا فيها مثلا صناعة البخور، صناعة العطور، صناعة الصابون. فالورش اللي فيها تعليمية ونفس الوقت يعني نوع جديد من الورش. أستاذ خالد، وأخيرا، ما هي الخطط المستقبلية لفرجان دبي؟ فإن شاء الله الفعاليات الجاية مثلا عقب مهرجان فرجان، إن شاء الله عندنا فعالية حق الليلة من تاريخ 22 ل 25 من هالشهر، وعقب إن شاء الله عندنا فعاليات متنوعة في رمضان من إفطار الصائم وتعاون ويا الأوقاف، وإن شاء الله عندنا بعد فعاليات مخيم الصيفي، مطر صيف إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أكيد كنت ويانا عبر الهاتف الأستاذ خالد هاشم العوضي، المنسق الإعلامي لفرجان دبي. شكرا لك على هذه المعلومات اللي زودتنا فيها، يعطيك ألف عافية.
الله يعافيك، مشكور. شكرا. جميل صراحة مروة، يعني ما قال أستاذ خالد بأنهم في البداية يدعمون الأشخاص اللي توهم مبتدئين، اللي توهم مسجلين في الانستغرام وقاعدين يسوون دعايات وكذا. فجميل أنك أنت في بداياتك كمستثمر صغير أو داخل عالم التجارة بأنك أنت تلقى وتحصل ناس يدعمونك في بداية فترة جدا حرجة، يعني تكمل فيها يا أنك أنت تكنسل الموضوع أو الفكرة أو المشروع اللي أنت ناوي تسويه. فأنا أشكرهم عليهم صراحة. أنا اللي حبيته صراحة المسمى بين الغاف، فعلا أنه دليل على الوطنية وهذا الموضوع، خاصة أنه شجرة الغاف معروفة منذ الزمن في طبعًا دولة الإمارات العربية طبعًا المتحدة، شيء من تراثها ومن الأشياء اللي طلعت في الصحراء، فشيء جميل جدا. أكيد طبعا. نعم مشاهدينا، وإلى موضوع آخر تحت رعاية الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، ينظم النادي بطولة الفجيرة للصيد بقوارب الكاياك، وذلك غدا السبت الموافق 10 فبراير 2024. فعلا، وللمزيد من التفاصيل حول البطولة ويانا عبر الهاتف سعادة أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية. هلا ومرحب فيك. اهلا وسهلا فيكم، يا مرحبا، نورت. الله ينوركم. الله يسلمك. الله يسلمك. سعادتك، بدايه لو تخبرنا عن تفاصيل بطوله الفجيره للصيد بقوارب الكاياك. طبعا هالبطوله تعتبر بطوله حديثه. نعم. بطوله الهدف منها اعطاء فرص لاصحاب الكاياك ان يمارسوا هوايه، كانت طبعا هوايه انتشرت في دوله الامارات بصوره كبيره اللي هي الصيد. نعم. والصيد بالقوارب والصيد بالشاطئ، وهناك صيد بالكاياك والصيد بالدراجات المائية، ولكن طبعا أصحاب الكاياك لهم هوايتهم بالصيد، فاحنا تطرقنا أنه ليش لا ما يكون في بطولة لها قوانين ونظام وأمن وأمان ويكون مسابقة يستمتع فيها الجميع. نعم. نعم. سعادتك يا ريت بس لو تحدثنا عن مراحل تطور بطولة صيد الأسماك بالكاياك على مر هالسنوات هذه. هاي بتعتبر السنة الرابعة والنسخة الرابعة من هالبطولة. نعم. بدينا بتقريبا 15 كاياك. نعم. أول بدايتها قلنا يعني 15 كاياك يعني يلا خلينا نجرب. نعم. والسنة اللي بعدها صاروا 30، واللي بعدها صاروا 50 25 أو 55، وصلنا العدد الحين 75. ما شاء الله. نعم ما شاء الله. يعني صار وهو في تزايد، في تزايد ان شاء الله، في تزايد كبير. الهدف هو اولا تجمع اصحاب الكاياك صحيح في مكان واحد. نعم. ولهم يوم معين مميز ويمارسوا هوايه. طبعا هوايه هذه تعتبر هوايه جميله، والجميل في البطوله هذه انه اصحاب الكاياك عندهم صراحه معدات في الكاياك ولا تحصل في قوارب العاديه. نعم. من الجي جي بي اس، الفيش فايندر، النافيجيشن، يعني عاملين شغل مرتب وجميل. نعم. ولكن مشكله الكاياك لابد يكون لهم مكان معين وفي امن وامان. ليش؟ صحيح. لان القوارب نازله صغيره وما تبين من مسافات بعيده. نعم. ذكرت الآن موضوع السلامة، ماذا عن توفيركم أكيد لجميع الإجراءات اللازمة للسلامة البحرية سعادتك؟ ليت لو تخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. السلامة البحرية طبعا هذه من أولويات النادي البحري في كل. نعم. البطولات في كل الأحداث. احنا عملنا النظام أن يكون في عندهم كل واحد علم أصفر من قبل النادي يعطى لهم. نعم. العلم الأصفر هذا هدفه متى ما أراد إلى أي مساعدة يرفع العلم الأصفر، وهناك 3 قوارب تكون تعمل بترولينج او تعمل مثل ما تقول تمر على جميع القوارب تبين. ودائما احنا الهدف يكون القوارب الكاياك ما تكون بعيده عن عيوننا، لازم تكون في مرأى الجميع. فعندنا 3 قوارب في كل زاويه نوقف. جميل. قارب اللي هو للإنقاذ وقارب مساعدة، سبحان الله قدر الله أحد أحتاج للمساعدة. صحيح. نعم. فهذا الهدف أن يكون يراقبوهم خلال فترة البطولة. نعم. سعادتك ماذا عن الآلية التي سيتم احتساب النتائج خلال هذه البطولة؟ الآلية الله يسلمك حنا تختلف عن آلية البطولة الفجيرة الدولية. عملنا الفئة الكاياك الموتور اللي عنده محرك صغير. نعم. والكاياك العادي اللي هو بالمانوال اليدوي،
وفي كاياك مسابقه للناشئين الشباب. طبعا الناشئين من عمر 15 سنه فما دون لابد يكون معه ولي امر او احد بالغ. نعم. وفي فئه ثانيه او الرابعه اللي فئه للنساء. نعم. هي اكبر سمكه واطول سمكه يعني والوزن والطول ناخذ. نعم. فاللي هي ما نقدر نحتسب النتائج مثل من نتائج المسابقات الاخرى، نتائج نفس النتيجه في نفس اليوم نشوف اللي جاب اكبر سمكه وبالوزن. طبعا هو الفائز المركز الاول والثاني والثالث من كل فئه. نعم يعني سعادتك تتوقع ان يكسر الرقم، رقم العام اللي صادوا فيها اكبر سمكه والكل الناس تكلمت عليها؟ والله الان كانوا جابوا سمكه اللي هي الكينج اتوقع كينج فيش اللي احنا نسميه. الكينج فيش كان وزنه تقريبا اظن اذا ما خابني الذاكره يمكن ب 78 كيلو. نعم والله ما نسبع يعني تعرف انت الشباب اللي موجودين من ضمن المجموعه هذيلا صراحه عندهم معدات صيد يعني بامكانهم يجيبون سمكه اكبر، لكن نعم. التونه او اليودر صعب يبونه لان السودر يبقى مسافات بعيده. نعم. ان شاء الله راح يحطم هذا الرقم باذن الله. باذن الله باذن الله باذن الله تعالى. نعم. سعادتك كلمه اخيره منك توجهها للمشاهدين من هذا المنبر. احنا من خلال منبركم ندعو الجميع الاستمتاع باجواء النادي، باجواء الطيبه، اجواء الامارات الشتويه الجميله. ان شاء الله. طبعا ليس هناك فقط اللهم انشطه رياضات بحريه، عندنا هناك انشطه اخرى متوفره عندنا في النادي. نعم. مثل صيد السمك، في هناك مطاعم، هناك جلسات عائليه، مكانات جميله، وهناك في اكواريوم خاص للاطفال ياكلوا السمك مثلا. هذه اشياء موجوده عندنا في النادي البحري، والحمد لله صار استقطاب اكثر من الاعوام الماضيه، والناس بدات تتعرف على المكان اكثر فاكثر. نعم. من خلال التواصل الاجتماعي ومن خلال قنواتكم اللي ما تقصرون. جزاكم الله خير. الله يسعدك. عيال انا ومروه معزومين. ها والله من اول الناس معزومين. وما زالكم عزيمتكم على الصيد موجوده. الله يسلمك باذن الله. الله يسلمك. اكيد كنتوا يعني عبر الهاتف سعاده احمد ابراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيره الدولي للرياضات البحريه، شكرا لك على تزويدنا بهذه المعلومات لليله. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. شكرا لكم. شكرا. الله يحفظك سعادتك. مرحبا. مشاهدينا بنروح الحين لفاصل، عقبها مستكملين وياكم فقراتنا في برنامجنا استديو الفجيرة، خلكم ويانا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وما زلنا ايضا مستمرين معاكم في فقرات برنامج استوديو الفجيره، والحين مشاهدينا راح ننتقل وياكم الى فقره اخرى وهي فقره حديث الفجيره. مشاهدينا ضيفنا اليوم شاب في مقتبل العمر، اختار أن يدرس اختصاصا صعبا وسعى وراء حلمه لتحقيقه، وأيضا الاختصاص هذا كان شغفه منذ الصغر يا علي. صحيح مروة. مشاهدينا ضيفنا قرر أن يكون طالبا في أكاديمية الفجيرة للطيران ويدرس هندسة الطيران ليتبع إحساسه اللي قال له أنه سيبدع في هذا المجال، والظاهر أنه أبدع فعلا. رحبا وياي في ضيفنا في الاستوديو سلطان احمد وهو طالب في اكاديميه الفجيره للطيران. مرحبا يا ابو ميت. مرحبتين. مساك ورد وسعاده. مساك نور. بما انك سلطان احمد ما اقدر مروى احمد اسير الطياره الحين بما انه في تشابه اسماء. تقدرين يعطيك العافيه طبعا. الله يعافيك. شرفنا في الاستوديو اكيد. شرف لي الله يسلمك. انا اشكركم على هذه الاستضافه الجميله. العفو، هذا واجبنا بان نحن نبرز ونسلط الضوء على الأشخاص المبدعين أكيد، واللي ما شاء الله كلها الفجيرة تتكلم عنهم. يعطيك العافية أكيد وموفق دائما وأبدا. سلطان، ليش اخترت أن تدرس هندسة الطيران؟ ليش ما اخترت أنك تكون بايلوت؟ ليش؟ أنا حسيت أمر أني أنا من الصغر يعني أنا أحب أشتغل، وخاصة مجال هندسة الطيران مثلاً عندي اياها هوايه منذ الصغر، يعني انا حاب هالشيء وشايف هذا الشيء من عند حد في العائله عندي. نعم. وحبيتها بزياده. نعم. زين سلطان، شو اللي يميز هالاختصاص عن الاختصاصات الاخرى او
غيرها؟ والله كل الاختصاصات جيدة، بس نعم. بالنسبة لي أنا كسلطان أني أنا أحب الأشياء العملية وأحب أني أشتغل نفس الشيء اللي أنا أدرسه، عندي نظري وعندي عملي، فأنا أحب أني أكون شغال 24 ساعة. نعم. طيب سلطان، شو الميزات اللي حصلت عليها عند دخولك لأكاديمية الفجيرة للطيران؟ والله مميزات عديدة، من مثلا مساعدات الكباتن يعطيهم العافية، مثلا عندك وقت العملي تقدر تشتغل على أي شيء أنت تبغيه، والمجسمات والأدوات اللي عندهم يعني أشياء خرافية وكل شيء حقيقي، مثلا عندك طيارة حقيقية تشتغل عليها مش مجسم، والأدوات ومن كل شيء. نعم. وكل شيء موجود. الأشياء هذه طبعا أكيد تساهم وتساعد في أنك نعم. وتعزز تعليمك نعم. نعم. نعم طيارات حقيقية، وانت خاصة لما تشتغل عليها ايك حافز معنوي. نعم. صعب هالاختصاص سلطان؟ والله بكل أمانة شوف أنا ما أقدر أقول لك صعب ولا سهل، بس في البدايات كنا نمر بصعوبة، بس بجهود الكباتن والطاقم اللي موجود كلهم ذو خبرة. نعم. وخاصة أنت يوم تخوض التجربة مرة ومرتين وثلاث خلاص بتعرف كيف تجتاز هذا الصعوبة. نعم. يعني هاي الصعوبة إن شاء الله. زين سؤال لسلطان، يعني مع خلال هذه السنوات مثلا من الدراسة، هل حصل لك مثلا موقف ما تقدر تنسى أو تجربة مثلا؟ هو في موقف ما أنسى في أول يوم لي في أكاديمية الفجيرة للطيران، وكان عندنا امتحان من الطيران من هيئة الطيران المدني، وهو الامتحان المصيري اللي يحدد مستوى مثلا الطالب. كان الامتحان مثلا يعني شيء كان مخوف نص الطلاب، والامتحان يعني من الجي سي اي، والامتحان جدا جدا يعني من سمعناه من برا يعني قالوا لنا امتحان صعب ومصيري، بس الحمد لله عديناه بجهود الكباتن وساعدونا و فترة وراحت. نعم. يعني كنت متخوف انت من جداً. هذا الامتحان جدا، الامتحان مصيري. ايه وما كنت متوقع انك انت يعني تنجح فيه مثلا صراحة. ايه والله سبحان الله ما كنت متوقع. الحمد لله توافيق من الله. الحمد لله وثقتك في نفسك فعلاً. اكيد هي اللي خلتك تنجح في هذا الامتحان وهذه التجربة، والروح ايضا لتجارب اخرى وياك سلطان، ونتكلم عن ابرز التجارب اللي العمليه، خلينا نقول تجارب عمليه اللي انت قمت فيها في خلال دراستك، تجارب عمليه ابرزها شو كان؟ طبعا هي وايد اكيد وايد، يعني مثلا انا اقول لك مثلا كهندسه ميكانيك يعني على الطيران اشتغلت مثلا على كهربة الطيران، واشتغلت على لحام الطيران، واشتغلت على أشياء عديدة في الطيران، مثلاً أنا أقول لك حتى الكراسي من نفسها اللي داخل مقاعد الطيران اشتغلت عليهم وبدلت ونفس الشيء عندك التواير نفس الكلام. نعم. ووايد أشياء. سلطان أنا عندي معلومة أبغي أتأكد منها من خلالك طبعاً. المعلومة تقول لي أن الشخص اللي يعمل في هندسة الطيران هو الشخص الوحيد أو أهم شخص في ما يخص المطار أو الأكاديمية الطيران أو الطيران بشكل عام، أهم شخص في هذه المنظومة من إقلاع الطائرة لحتى هبوطها. نعم. هندسة هو المهندس الكل يعتمد عليه. نعم هذا الشيء صحيح، اصلا الطيار من نفسه ولا الطياره ما تقدر تتحرك من مكانها الا بتوقيع من المهندس. نعم. ان كل شيء سليم 100%. لو ما وقع ما تطير الطيارة. ومسؤولية ما تحس بمسؤوليه تجاه هذا الموضوع؟ طبعا مسؤوليه كبيره. نعم. طيب سلطان لو سالناك هل تنصح حد بدخول هذا المجال شو تقول؟ أنصح أكيد مجال الطيران مجال جداً مهم، وإن شاء الله يعني مستقبلياً راح يكون للمدى البعيد شهادة. نعم. هندسة الطيران تكون للمدى البعيد. نعم. طيب ذكرت قبل شوية وسألتك أن هذا المجال صعب، قلت لي هي صعب. طيب ممكن تعطينا نبذة عن هذه الصعوبات اللي أنت واجهتك في خلال دراستك في هذا التخصص تحديداً؟ شو الصعوبات؟ شو التحديات اللي واجهتها؟ وكيف تغلبت على هذه الصعوبات؟ واجهنا صعوبات في البداية
على نظام الدراسة ونظام الشغل وكل شيء ترى مسؤولية وعلى أي شيء مثلا تدخله مثلا يعني أنك تكون حذر جدا فيه. تكون حذر جدا وخاصة في اللبس مثلا أنت دخلت الهنجر يكون حتى عزك الله السيفتي سيفتي شوز يعني مو بأي شيء مو بأي لبس وتكون حذر جدا في البدايات كانت الشيء بالنسبة لنا نحن يعني جدا صعبة بس الحمد لله بجهود الكباتن وبجهود الطاقم اللي موجودة هناك قدرنا نجتاز كل هذه الأشياء. نعم. السؤال ذكرت الآن موضوع السيفتي وذكرت الحين أيضا موضوع أن تكون حذر من شو تكون حذر بالضبط؟ خاصة أن تكون لو حذر تفصلنا أكثر تكون حذر من أي شيء داخل الهنجر يعني مثلا ما في شيء هناك خفيف ولا ثقيل يعني كل الأشياء يعني في خطر؟ في خطر نعم في خطر من كل النواحي في خطر نعم. طيب سلطان بكل شفافية وأمانة لو رجع الوقت لما قبل الدراسة وقالوا لك عندك أكاديمية تفجير الطيران ويلا روح ادرس سيف تأخذ هالتخصص؟ نعم ترجع تأخذه؟ مرة نعم. ثانية لأنه صار الشغف فيني وحبيته بزيادة حاليا نعم مع الكباتن ومع يعني البيئة اللي أنا موجود فيها حبيت هذا التخصص بزيادة يوم بعد يوم أنا أحب التخصص بزيادة مع أن المعلومة اللي عندي تقول أنك أنت أصلا دخلت الكلية ما كان هذا هدفك أبدا كان هدفك شيء أنا آخر. كان هدفي أني أكون طيار أيوة طيب. بس أنا يعني قعدت بيني وبين نفسي حسيت أني أنا راح أبدأ وحبيت مجال هندسة الطيران عن طلاب أنا شفتهم موجودين هناك صحيح سلطان يقول لك بأن الأطفال من يوم يكون نحن صغار الأهل يكتشفون هذه السوالف أن شو رسالته في الحياة لهذا الشخص أو شو العمل اللي بيعمل فيه أو غيره يقولون بأن المهندسين عادة وخاصة الطيران يكسرون وايد ألعابهم هم صغار هل كنت طفل تكسر الألعاب وتركبها ولا لا؟ والله أنا من كنت صغير أكسر وأعدل وأصلح وأسوي وكل شيء يقول لك هذه الإشارة الأولى في مهندسين الطيران أنه يكسرون ويردون مرة ثانية يركبون أنا الألعاب أنا ما في حد مثلي انضرب من كثر ما أكسر لازم ما سويت مهندس بس طيران بس كان من الممكن أنك تكون مهندس لازم طيران لازم هذه يعني إشارة كلنا كسرنا وكلنا سوينا وكلنا وهذا ورد نعدل ورد نركب ورد نسوي ورد أنا حبينا هذا الشيء نعم طيب سلطان كلمنا عن الدعم اللي حصلته من قبل العائلة الكريمة أكيد الأهل الأصدقاء بأنهم أنت دعموك وشجعوك على أنك أنت تدخل هذا المجال وهذه الأكاديمية أولا أشكر الأهل على الدعم اللي أنا محصلنا منهم من كل النواحي وثاني شيء أني أشكر الكباتن الموجودين وأحب أشكر يعني الطاقم بالكامل اللي موجود في هي أكاديمية الفجيرة للطيران من الرئيس الكابتن يحيى والكابتن يعقوب نائب الرئيس والكابتن حسين مدير هندسة الطيران لأن هم موفرين لنا كل شيء وهم الدعم يعني ما شاء الله يعني داعمين بكل النواحي من الاختبارات من الشغل ومن كل شيء يعني ما مقصرين ويانا بولا شيء ما شاء الله عليك يا سلطان انت مثال مثال مشرف حقيقة للشاب الإماراتي الطموح اللي نفتخر فيه حقيقة اللي بتكون أكيد قدوة لي أكيد الشباب الآخرين نعم. أكيد نورتنا لهذا المساء سلطان أحمد طالب في أكاديمية الفجيرة للطيران شكرا لوجودك اليوم ويانا عفوا وشكرا لكم كل التوفيق لك حياك الله مشاهدينا بنروح فاصل عقبها مستكملين وياكم فقراتنا خلكم ويانا حياكم الله مشاهدينا الكرام ورجعنا لكم من جديد اكيد وما زلنا مستمرين وياكم في فقرات برنامج استديو الفجيره وراح ننتقل الحين وياكم لفقره ترند في دار السعاده. اختتمت بنجاح كبير منافسات بطولة الفجيرة الدولية 11 للتايكوندو والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله وشهدت البطولة مشاركة عدد قياسي من اللاعبين حيث أشاد الجميع من كل الدول المشاركة في البطولة بنجاح التنظيم يا علي
صحيح مروة، وشفنا مكاسب فنية كبيرة حقيقة حصلت عليها المنتخبات والأندية واللاعبين المشاركين في بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو. أكيد نتعرف عليها من خلال ضيوفنا واللي راح يكونوا ويانا عبر تطبيق زوم، والبداية راح تكون مع الكابتن نوران عزت وهو حكم دولي في لعبة التايكواندو. أهلا وسهلا فيك كابتن. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. نورتي. حياك الله يا مرحبا. مرسي أمكم لكزو. الله يسلمك. بداية يا ريت لو تحدثينا عن النتيجة المتميزة واللي خرج بها منتخب السعودية للتايكواندو وذلك بتحقيقه المركز الأول في بطولة كأس العرب الرابعة للتايكواندو. إحنا من ناحيتنا كحكام المستوى كان عالي جدا سواء منتخب السعودية أو المنتخبات التانية، بس كحكام عرب إحنا اتفاجئنا بمستوى السعودية. ما شاء الله اللعيبة كويسين قوي، عندهم روح قتالية عالية. نعم. بينافسوا بطريقة بروفيشنال احترافية، تمرينهم واضح عليهم، حتى الروح الرياضية سواء حد خسر قد إيه محترمين قد إيه مؤدبين، التكنيك بتاعهم عالي، فده إن دل عن شيء دل فعلا إن السعودية منتخب هيبقى قوي في الناشئين دول وهيعلقوا، يعني سهل إن هم يجيبوا ميداليات في بطولات العالم القادمة. صحيح. فإحنا مستنيين منتخب السعودية إن شاء الله بإذن الله. أستاذة. نعم بإذن الله. أستاذة، ماذا عن أهمية بطولات التايكواندو التي تقام في الفجيرة والإقبال أيضا الشديد من المنتخبات واللاعبين على المشاركة فيها؟ إحنا ما شاء الله بطولة الفجيرة بتبقى أول بطولة في السنة، بتبقى أول بطولة رانكينج، فكل الأبطال سواء الرانك بتاعهم عالي أو مش عالي بيحاولوا يشتركوا فيها، فبدي بتبقى فرصة كبيرة قوي للاحتكاك بالنسبة لهم. بطولة الفجيرة اللي قامت الأسبوع اللي فات ولسه خلصانة كان فيها أبطال أولمبيين وقريدي المتأهلين الأولمبيات، بس هما ما وقفوش عند النقطة دي، هما كملوا وقالوا لا، بطولة الفجيرة بيبقى فيها دول كتيرة واحتكاكها بيبقى عالي، وفي نفس الوقت بتفرق معهم في خبرتهم. نعم. كخبرة كلاعيبة وكخبرة كمدربين وبرضو كخبرة حكام. نعم. نعم. أستاذة، ما هي أبرز المكاسب التي حققها اللاعبين من هذه المشاركة؟ فكرة أن هما لعبوا بطولتين وراء بعض، البطولة العربية وبطولة الفجيرة، دي في حد ذاتها اكتساب خبره في وقت قليل. نعم. السيكونس اللي حصلت او التتابع اللي حصل ان اللاعب اللي يجي بلد واحده ويلعب بطولتين، البطوله الاولانيه كبطوله عرب كانوا مشاركين فيها عرب، والبطوله الفجيره بطوله مفتوحه مشاركين فيها دول اوروبيه. نعم. هو اخذ خبره كبيره في وقت قليل، وانا متاكده ان ده هيفرق جدا في مستوى اللعيبه وهيفرق جدا في احتكاكهم، وبعد كده هيبقى سهل عليهم ان هم ما يبقوش خايفين او عندهم خوف من اللقاءات الاجنبيه او اللقاءات الدوليه. نعم. شكرا لك الكابتن نوران عزت حكم دولي في التايكواندو، يعطيك العافية. وننتقل الآن للكابتن ياسر عقيل مدرب نادي بغداد للتايكواندو. مرحبا بك كابتن ياسر. يا أهلا وسهلا بيك. نورت. خبرنا بداية عن مشاركتكم في بطولة الفجيرة الدولية 11 للتايكواندو، كيف كانت؟ طبعا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والأستاذ الحبيب الأستاذ نادر أبو شاويش. نعم. على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة. نعم. طبعا بطولة الفجيرة تعتبر من أقوى البطولات على مستوى العالم بأن هي أول محطة تعتبر في بداية السنة، إضافة إلى أنه كل المنتخبات العالمية تكون حاضرة، تعرفون أنه دولة الإمارات العربية المتحدة أو الفجيرة أنه هي محطة لكل العالم، فإحنا الحمد لله والشكر أكيد هي تعتبر من أقوى البطولات على مستوى العالم، فلذلك أغلبية المنتخبات والفرق. نعم. يعتبروها أنه من الضرورة أن يشاركون بها على مود الاحتكاك. نعم. نعم. طيب كابتن ياسر، وفيما يخص التنظيم، فالسؤال هنا كيف كان مستوى التنظيم حقيقة، خاصة أن البطولة ما شاء الله شهدت مشاركة عدد قياسي من اللاعبين؟ طبعا سنة عن سنة التنظيم يعني يكون يعني أكثر من رائع، يعني احنا ما حسينا بان هي بطوله مصنفه فقط جي 2، اغلبيه اللاعبين يعني حتى دائما يحكون يقول الكابتن احنا حسيناها بطوله عالم، فاكيد احنا نفرح بهكذا تنظيم عالي على مستوى عالي، اكيد حضور رئيس الاتحاد العالمي للتايكواندو مو باي بطوله يكون حاضر، لاهميه بطوله الفجيره حضور رئيس الاتحاد العالمي للتايكواندو، فالتنظيم على مستوى عالي. كابتن، حدثنا ايضا عن ابرز الفوائد اللي حصل عليها اللاعبين من المشاركه ايضا في البطوله. طبعا هي الفوائد فوائد كلش عاليه، لان الاحتكاك يكون مع ابرز المنتخبات العالميه وابرز الفرق العالميه، فلذلك راح يكون تطور في مستواهم،
في مستوى اللاعبين. صحيح. إضافة إلى أنه حضور مميز للحكام من جميع دول العالم، وبالأخص حكامنا الحكام العراقيين اللي كانوا حاضرين، الأستاذ ناظم محمد والأستاذ حسن والست شروق. أكيد أنه بطولة بحجم بطولة الفجيرة يحتاج أن يكون حضور حكام من درجة عالية، وهذا ما شفناه إحنا في البطولة. نعم أكيد كابتن، يا ريت تسلط الضوء أيضا على مستوى مشاركتكم وعن مشاركتكم بشكل عام في هذه البطولة أنتم. طبعا إحنا مشاركتنا الحمد لله والشكر حصلنا على ميداليتين، ميدالية فضية وميدالية ذهبية. ميدالية فضية للبطل أحمد أسعد مجيد، وميدالية برونزية للاعب مصطفى طالب شندي. أكيد فخر إنه بأن هي بطولة عالمية أنه تحصل بها ميدالية في بطولة الفجيرة. لا أنسى بالأخص اتحاد العراق المركزي للتايكوندو برئاسة الأستاذ محمود عباس، كان أيضا متواجد في البطولة وحفز اللاعبين وكان دعم جدا ممتاز، لذلك حصلنا على هاي النتائج. يعطيك العافية أكيد كابتن ياسر، شكرا جزيلا لك كابتن ياسر مدرب نادي بغداد للتايكواندو. ودعونا الآن مشاهدينا الكرام نرحب بالكابتن توفيق البلوشي رئيس أكاديمية مجان للتايكواندو. مساك الله بالخير كابتن. يسعد لي مساك، مساء الخير، مساء النور، يا هلا وسهلا. يا مرحبا بك، هلا وسهلا. بداية كابتن، يا ريت تحدثنا أيضا عن مشاركتكم في بطولتي كأس العرب الرابعة للتايكواندو وبطولة الفجيرة الدولية 11 للتايكواندو. في البداية أريد أعرفكم على نفسي، توفيق البلوشي رئيس أكاديمية مجان للتايكواندو. أصالة عن نفسي وعن جميع الأندية والأكاديميات العمانية، نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لولي العهد الفجيرة سمو الشيخ محمد حمد الشرقي على اختياره جائزة الشخصية الإنسانية لعام 2023 والاتحاد الدولي للتايكواندو من الاتحاد الدولي. ونبارك لنادي الفجيرة هذا الإنجاز وهذا التميز برئاسة سمو الشيخ محمد حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على نجاح البطولة كأس العرب الرابعة وبطولة الفجيرة الدولية 11. وكما نشكر سعادة نادر بشويش مدير نادي الفجيرة اللي كان له الأثر البالغ في التعاون والتنسيق والترتيب والتنظيم في هذه البطولة. يسعد لي مساك. ومساك يا رب. حدثنا أستاذ عن أهمية هذه البطولة من الجانب الفني، خاصة أن العديد من المنتخبات والأندية واللاعبين أيضا يحرصون أشد الحرص على المشاركة فيها. في البداية نحن نبي نقول أن بطولة الفجيرة هي بوابة البطولات للسنة الجديدة. نعم. هذه أول حاجة. والشيء الآخر، الحمد لله اليوم نحن نتكلم كعمانيين، نحن ما يقارب 8-9 أندية عمانية شاركت في هذه البطولة، أي بمعنى عدد ما يقارب 300 مشارك من جميع الفئات من اللاعبين واللاعبات، وهذا ساعد كثير خاصة في الفترة الماضية. ونحن للعلم في خلال 7 سنوات الماضية متتاليين في هذه المشاركة. نعم. مشاركة فعالة والحمد لله في إنجازات متميزة سنة عن سنة، وهذا ساعد المنتخب العماني في إنجاز تاريخي اللي صار في 2022 يوم حصلنا على البرونزية آسيا، فهذا كان دافع كبير. وأنا دائما أقول إن مثلا بطولة الفجيرة هي بوابة وهي الأثر للجميع اللاعبين على أنهم يشاركوا في مثل هذه البطولات وترفع من مستوياتهم، لأن عندك أنت لاعبين من جميع أنحاء العالم، من اللاعبين العالميين، من اللاعبين المتميزين واللي عندهم رانكات جدا عالية، واللاعبين اللي مستعدين خلاص يدخلوا في باريس 2024. نعم كابتن، يعني أنت عارف أن هناك أمور يعني تساهم حقيقة في تميز اللاعبين، في تقديم مستويات فنية عالية، فهنا أنا أتحدث عن التنظيم كواحد من هذه الأمور أكيد، فكيف ساهم هذا التنظيم المتميز حقيقة للبطولة في مساعدة اللاعبين على تقديم أفضل المستويات؟ والله بصراحة نحن سنة عن سنة نشوف الأفضل ودائما الإبداع في التنظيم من ناحية التقنية جدا مهمة خاصة في مثل هذه البطولات، استخدامهم لأفضل وأحدث التقنيات اللي هي في الكاميرات المراقبة اللي هي تستخدم في الملعب من غير الحساسات اللي تستخدم للبطولة، فهذه إذا كانت الأفضل والأجدد هذه راح تساعد في عملية وسهولة البطولة ومجاراتها في البطولة في خلال بطولة الفجيرة. صحيح. يعطيك العافية، شكرا أيضا كابتن توفيق البلوشي رئيس بأكاديمية مجان للتايكواندو، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، ولا ننسى الشكر للجنة العمانية للتايكواندو
اللي هي قامت في رفع من معنوياتنا. نعم. وإرسالنا لهذه البطولات. يعطيك العافية. شكرا لك، يعطيك العافية. والآن مشاهدينا ننتقل للجانب التحكيمي مع الكابتن عبد الله العلي، حكم دولي في التايكوندو. يعطيك ألف عافية ومساك ورد وسعادة. الله يعافيك ويعطيكم ألف عافية، أنتم اللي جزاكم الله خير. تلفزيون الفجيرة ما شاء الله غطى تغطية جميلة. نعم. في بداية قبل بداية البطولة، خلال البطولة شفناكم متواجدين معانا على بساط الحلبة، واليوم ما شاء الله بعد ما انتهت البطولة ما زلتوا في تغطيتكم الأكثر من رائعة. واجب. يعني زخم البطولة كبير. نعم. بس بدونكم أنتم الإعلاميين نحن ما راح نصعد. الله يسلمك، يعطيك العافية. تميزت أكيد البطولة، بطولة الفجيرة الدولية 11 للتايكوندو هذا العام، بمشاركة نخبة من أبرز حكام التايكوندو الدوليين. حدثنا عن هذا الجانب. في البداية نبغي نذكر لكم عدد الحكام الدوليين اللي كانوا موجودين، وهو ما يقارب أكثر من 70 حكم دولي من جميع أنحاء العالم. اليوم البطولة هذه نقدر نقول أنها قوية، لأن فيها لعيبة مصنفين عالميين ولعيبة مصنفين عندهم مشاركات وراح يشاركون في البطولات الأولمبية. فكذلك أيضا البطولة تكبر ويصير قوتها أكبر في وجود حكام دوليين أولمبيين، حكام دوليين لهم صيت، حكام دوليين لهم سمعة تسبقهم. فدائما تحرص بطولة الفجيرة أنها تكون جايبة حكام دوليين أكفاء لإدارة مباريات قوية، مباريات فيها احتكاك مع لعيبة عالميين، لعيبة أولمبيين. فنجاح البطولة دائما يكمن مع لعيبة كبار وأيضا حكام أكفاء. نعم. لهم صيت وخبرات عالية. نعم. نعم. كابتن، حدثنا عن استفادة الحكم المواطن من المشاركة في بطولتي كأس العرب الرابعة وبطولة الفجيرة الدولية 11 للتايكواندو. للحكام دائما عندهم معضلة كحكم دولي علشان يقوي من مستوى التحكيمي، اللي هو السفر والبحث عن البطولات القوية اللي فيها احتكاك عالي، من حيث أنه يكون متواجد فيها ويقدر يكتسب الخبرة لهذه البطولة. اليوم بطولة الفجيرة وفرت لنا هذا اللي أنت يعني ما شاء الله كباتن العراق وكباتن عمان يشيدون بقوة. صحيح. البطولة وبقوة الاحتكاك. فاليوم أنت كمواطن تتوفر لك الفرصة هذه أنك أنت في بلدك وقريبة منك البطولة وتقدر تحكم فيها. أشادت أيضا الحكمة نوران، الحكمة الدولية، قالت أن اللاعب له فرصة أنه يشارك في بطولتين قراب من بعض في وقت واحد. فأيضا الحكم المواطن دام هو موجود في دولة الإمارات وحصل على الدعوة والفرصة أنه يحكم في هذه البطولتين، هذا رفع من خبرته وجعلنا نحن نتعلم أشياء كثيرة، واختصرت لنا الوقت اللي ممكن نحن في خلال شهور من التحكيم في بطولات خارجية تعلمناه في خلال السبع أيام اللي. نعم. كانت في بطولة الفجيرة. نعم. بصفتك عضو في لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للتايكوندو ومساعد أيضا رئيس الحكام، حدثنا عن مساهمة بطولات التايكوندو التي تقام في إمارة الفجيرة في رفع مستوى اللاعبين المواطنين، خاصة بعد النتائج الجيدة التي شهدتها البطولة. بصراحة الحكام لما يكون عندهم احتكاك مع لعيبة في بطولات دولية يزيد في للحكم القدرة على إدارة المباراة، هذا طبعا راح ينعكس علينا نحن إن شاء الله في الإمارات في بطولاتنا المحلية اللي نحن نجهز فيها لعيبتنا ولعيبة. نعم. المنتخب. اليوم إذا أنا درت مباراة بدقة عالية اللاعب راح يستفيد والدولة راح تستفيد. فهذه البطولة كانت عائد كبير للحكام المواطنين اللي شاركوا في البطولة، من. نعم. حيث أن إن شاء الله إدارة البطولات المحلية راح يكون مستواها عالي مثل البطولات الدولية. الحمد لله. شكرا لكم أكيد، وكل التوفيق لكم في قادم الأيام. الكابتن عبد الله العلي، حكم دولي في التايكواندو، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، والشكر أيضا موصول لجميع الذين شاركونا في هذا الموضوع من خلال تطبيق زوم أكيد. ومشاهدينا كان هذا موضوعنا في فقرة ترند في دار السعادة لهذه الليلة، وطبعا يمكنكم أنتم أيضا اقتراح المواضيع التي ترغبون بطرحها في هذه الفقرة على هاشتاغ استوديو الفجيرة عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي والتابعة لتلفزيون
الفجيرة. مشاهدينا الحين راح ننتقل وياكم عشان نتعرف على تفاصيل فقرة الترند في دار السعادة مع زميلنا عبد الله الهاشمي. حياك الله يا عبد الله. مساك ورد يا عبد الله. يلا علي ومروه، واكيد نرحب بكل مشاهدينا الكرام. واما عن تفاصيل اخبارنا اليوم في ترند في دار السعاده، وفي خبرنا الاول ومن عالم التكنولوجيا نبدا، ذكرت مجله ذا انفورميشن الاقتصاديه ان شركه ابل تطور نماذج اوليه لطراز اي على الاقل قابلي للطي بالعرض من هاتفها ايفون، ويشير تقرير الصحيفه اللي استندت فيها لمصادر مطلعه الى ان تطوير الطرازين القابلين للطي لا يزال في مرحله مبكره، أنهما غير مدرجين في خطط الشركة للإنتاج التجاري للعامين الحالي أو المقبل. أما بالنسبة للتعليقات فقد كانت غير محبذة لهذه الفكرة، إذ كتب أحد الحسابات تقليد الشركات الثانية وأكيد أولها فيها عطل. أما التعليق الثاني فكان فيه شيء من الطرافة، فقال صاحبه اعتذر من أبل حاليا ما أقدر، لأن شكل الأجهزة الجديدة اللي نزلتها أبل كانت جدا غالية. ما أدري شو رأيكم إذا أجهزة أبل أو شركة أبل أنتجت تليفون قابل للطي، وهذا الشيء نحن ما تعودنا عليه. للأمانة أنا ألاحظ أن شركة أبل في يعني في نزول أسهمها وثقة عملائها فيها، وخاصة بعد طرح اللي هو الآيفون 15 اللي ظهرت واكتشفوا فيه كثير عيوب، ولا وعقولتنا زاد الطين بلة، الحين بيطرحون هواتف قابلة للطي، وانت عارف الهواتف صحيح. دائما القابلة للطي اعطالها كثيرة بما انها صحيح. يعني ولها فترة عمر يعني بالضبط المصر. عمر معين وش اسمها هي العمر المعين إن سنة نعم قولوها انا اشوف ان أبل في انحدار صراحة في انحدار. بس انا بتم أبل يوزر، احس ان انا وايد احب أبل، بس مثل ما ذكر علي بان فعلا الهواتف القابله للطي عمرها تقريبا سنه واحده سنه وشهرين، حتى ولو ما انكسر او انكسرت الشاشه او انكسر التليفون الشاشه تحترق. انا انصدمت على فكره من خبر للمواضيع للهواتف القابله للطي، المفصل هذا او الشاشه تقدر تفتح وتسكره 200 الف مره بس، في بعضهم 500,000 مرة، فإنه رقم عندك يا تخلصها خلاص راح التليفون كله. صح بالضبط. خلنا ننتقل من عالم التكنولوجيا إلى عالم الثروات، حيث ازدادت ثروة مؤسس أمازون ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس ب 18.4 مليار دولار هذا العام وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، مما دفعه للتربع في المركز الثاني على قائمة الأثرياء بثروة صافية قدرها 195 مليار دولار، وبذلك يكون على بعد 5 مليارات دولار فقط من تجاوزه لإيلون ماسك ليصبح أغنى شخص في العالم مرة أخرى. وهذا الخبر تلقاه رواد التواصل مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية وطرافة، حيث علقت إيمان شلون نصير أغنياء نفسهم، أما محمد فقد علق سؤال في أغنياء نحن ما علينا منهم. المهم شو الجو اليوم؟ شو الجو اليوم عدتك؟ والله الجو بارد ما شاء الله. ونعم أنا أتفق وياه اللي هو محمد عيد بأن فعلا شو الجو اليوم ما علينا من سوالف، يعني الحين 5 مليارات اللي شوف 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 الحسابات صح. كيف مروة عبد الله شوف التنافس كيف في حسابات، تكلم عن 5 مليارات، 5 مليارات بيكون أغنى، هذه ممكن تكون ميزانيات دول معينة. نعم. 5 مليار يعني صح. نتكلم أنا إذا بتسألني بعد 5 سنوات وين بكون، بقول لك بالمركز السابع بين أثرياء العالم، لا تقول لي كيف لا تقول لي شلون خلاص. والله نتمنى ذلك نتمنى ذلك. مجرد أمني أطلقتها للكون. وتخلي زميلك هنا في الاستديو يشيل وياك. لا بتم وياكم بتم وياكم. إن شاء الله إن شاء الله تكون من الأغنياء، وأنت بعد كلكم تكونون من الأغنياء، وحتى المشاهدين بعد إن شاء الله يكونون من الأغنياء. خلنا ننتقل إلى خبرنا الثالث والأخير مشاهدينا، وسرقة في وضح النهار، حيث قام شخص بسرقة نحو 75 هاتف آيفون من متجر أبل في كاليفورنيا وفق لما أفادت الشرطة المحلية. وذكرت الشرطة أنه بعد تعقب الهواتف المسروقة استطاع المحققون استعادتها وإلقاء القبض على 3 أشخاص متورطين في عملية السرقة. خلينا نشاهد هذا الفيديو ونرجع من بعدها. Thank you.
أما التعليقات فجاءت كالتالي، حيث قالت وداد يعني عادي هيك ولا شو الوضع، الكل واحد واقف وبيتفرج والشرطة على الباب. وعلق أيضا لورانس على هذا الفيديو قائلا الحلو بالموضوع أن الشرطة على الباب ولا فارق معه حد. أنا لما شفت الفيديو يا علي ومروة أنه هو قاعد يتمشى ويأخذ التلفونات ولا مثل ما قالوا بالتعليقات ولا فارق معه حد، بس بالنهاية جابوه يعني. أنا حسسني أنه قاعد يأخذ بطاطس وخس من سوق الخضرة يعني حتى سوق الجمعة قاعد يلقط أغراض. إيه ما يعني غريب الوضع أمانة يعني. فعلاً. فما في سيكيورتي، غريب أن ما في شرطة صح يعني. إيه أحس يمكن موضوع مفبرك، لأن في بعض الأحيان يدفعون حق أشخاص بعض يسوونها فبركة لمواقع التواصل الاجتماعي لأن يمكن زيادة المبيعات كماركتينج أو غيره. ما أعرف إذا صدقهم يعني هو بالشرطة ولقوه. بس هم مسكوه بالتقارير في النهاية أنه ألقوا القبض عليه. أوكي. يعني في نهاية هذا الفيديو يمكن مثل ما قلت يمكن يكون مسلح، يمكن بعد ما ندري. طبعا علي ومروة يعطيكم العافية، وكانت هذه آخر أخبارنا مشاهدينا الكرام لفقرة ترند في دار السعادة. وطبعا مشاهدينا يمكنكم اقتراح المواضيع اللي ترغبون بطرحها في هذه الفقرة على هاشتاغ استديو الفجيرة عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لتلفزيون الفجيرة. يعطيك ألف عافية عبد الله على هذه الأخبار الجميلة. أكيد مشاهدينا مستكملين وياكم فقراتنا لهذه الليلة، ولكن بعد هذا الفاصل السريع خلكم ويانا. يا هلا مرحب فيكم من جديد مشاهدينا، ما زلنا مستكملين وياكم فقرات اليوم في برنامج استديو الفجيرة. وصلنا الحين وياكم إلى فقرة متميزون. مشاهدينا الكرام، ضيفنا اليوم صانع محتوى متميز وله برنامج على برنامج يوتيوب حقق نجاح كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فهو يهوى تصوير الأماكن الغريبة شوي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، والحديث عنها يطول، ومن خلال مشاهدته قد تسمع معلومات لأول مرة تعرفها وتسمع فيها. بيكون ويانا اليوم صانع المحتوى مصطفى ترك، ولكن بعد مشاهدة هذا الفيديو وياكم تابعونا. مصطفى ترك ممثل وصانع محتوى، احترف عالم اليوتيوب واستطاع كسب قلوب الجمهور من خلال برنامج المشوار والذي يمتد على مدار 4 مواسم. نجح مصطفى في استمالة المتابعين من خلال تميزه بإنشاء محتوى خاص بالأماكن الغريبة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الاهتمام والبحث في المعالم السياحية والتراثية لعرضها. استطاع أيضاً أن يطور من برنامجه من الموسم الأول حتى الآن من خلال طريقة التصوير والمونتاج وحتى الإلقاء، بالإضافة إلى التميز في اختيار الأماكن. واليوم وبعد سنوات عديدة في مجال صناعة المحتوى، حجز مصطفى ترك مكانة بين صناع المحتوى واليوتيوبر، ولكن بمحتوى جيد وفريد من نوعه دون إسفاف، بل على العكس كان محتواه قائما على المعلومات الجديدة والغريبة. نعم مشاهدينا الكرام، رحبوا وياي بصانع المحتوى مصطفى ترك. مصطفى اهلا وسهلا فيك في استديو الفجيره. يا اهلا بك علي، اهلا بك مصطفى، حياك الله ونورت. طبعا اكيد مصطفى انت صانع محتوى ولك برنامج على يوتيوب يحمل اسم المشوار. مزبوط. طيب شو قصه المشوار ده وفي ايه والفئه المستهدفه من البرنامج هذا؟ تمام، خلينا الاول اكلمك احنا واحنا بنختار الاسم، احنا حابين انه يكون مشوار علشان يكون لاي مكان، يعني يتيح لي ان انا ازور مثلا متاحف، ازور قصور، ازور مثلا اي حاجه، فالاسم بيحمل ان انا اقدر ازور اي مكان، او ممكن يكون مثلا مشوار لحياه شخص مثلا اتاثرنا بيه او حاجه. فلذلك اخترنا الاسم علشان كل موسم يكون في تغيير، ما يبقاش هو نفس الهدف بتاع البرنامج، هو نفس الهدف بس انا قصدي يكون في تنوع بين كل موسم والتاني،
وبيحمل نفس الاسم مشوار، يعني بنعتبر الكلمة فليكسبل إن هي تتيح لينا أكتر من مكان. لما جينا فكرنا فيها كانت البداية انطلقنا من مدينة العين، لأن مدينة العين فيها تاريخ كبير جدا وفيها أثارات كتيرة، يمكن بيت الشيخ زايد الله يرحمه كان موجود فيها. وكنا حاسين ان في ناس من ابو ظبي او دبي او حتى اللي بيزور البلد دوله الامارات ما بيعرفش الاماكن السياحيه دي، ومن هنا كانت الفكره المبدئيه بتاع البرنامج. زرنا القصور، زرنا المتاحف، وبدانا كمان نزور المطاعم، لان برضو في سياحه للمطاعم. وما كانش الهدف منها التيست مثلا او نقول المطعم ده كويس المطعم ده وحش، قد ما كنا حابين نعرف الناس الاكل المغربي، الاكل المصري، الاكل الاماراتي، كاختلاف ثقافات اكل، انواع الاكل المختلفه. يعني انت تحدثت عن هذا الموضوع، ولكن السؤال شو كان الهدف الرئيسي من مشوار؟ الهدف الرئيسي من مشوار سياحه تعرف الناس على العين. بالضبط، احنا بدينا من العين. بس طبعا احنا عرفنا حاجات كتير جدا في ابو ظبي ودبي. النهارده احنا اي حد عايز يزور اي دوله او اي مكان او اي اماره، اول حاجه بيخش بيكتب مثلا اماكن سياحيه في دبي يوتيوب. وهو جاي حتى انا من مصر مثلا، بس اكيد لما باجي مثلا انزل سياحه او زياره او حاجه بنبدا نشوف اماكن الجديده او الاماكن الغريبه عننا شويه وبنبدا نزور. فده بقى الطبيعي ان كل الناس بتعمل سيرش على لو هيسافروا لندن او هيسافروا اي مكان ياخدوا فكره عنها. انا ذكرتني انت مصطفى بشخص اسمه ابراهيم، هو من دبي. أي. وما ادري اكيد مر عليك. أوكي. تقريبا نفس فكرته، بس هو عكسك، انت في الامارات هو في مصر، هو بيستعرض السياحه في مصر امانه. حلو. فما شاء الله علينا نوجه له تحيه اكيد. فتقريبا نفس الفكره، هي ترويج للسياحه في اماكن معينه من دول معينه. نعم. هذا هو الهدف. مظبوط. بس انا اهتميت شويه بحاجه بقى مختلفه شويه، ان الحلقه اللي انا بعملها تكون فيها كميه معلومات كبيره. يعني النهارده اللي هيجي مثلا قصر الشيخ زايد اللي موجود في العين، او هيزور اي قصر من القصور، او هيزور مكان، يعني مثلا لما صورنا الجزيره الحمراء انا بدرس تاريخ المكان كله، انا عايز اعمل حلقه كامله مدروسه. نعم. معروف، يعني انت بمجرد ان انت هتتفرج على الحلقه انت عارف تاريخ المكان. نعم. واتبنى امتى ومين زاره وايه الفعاليات اللي حصلت فيه، فبتعتبر الحلقه مليانه معلومات كبيره جدا. صح. للي يتفرج عليها، وليس ان انا بزور مكان واقول لهم اوكي مثلا في هنا مكان، لا خالص، وتقييمه انه حلو او مو بحلو او غيره. والله يعني انت تعطي معلومات كامله عن المكان، ان الشخص اشخاص اللي بيروحون يستفيدون. مصطفى، البرنامج الحين في موسم الرابع. مزبوط. صح. شو التطورات اللي شهدها البرنامج من الموسم الاول الى الموسم الرابع؟ والله هو اي حاجه بنبتديها بتفرق من فتره لفتره. نعم. بس انا كنت حابب ان انا اغير كل جزء، يعني انا الجزء عندي تقريبا بيبقى من 10 حلقات او 12 حلقه. اوكي. زي ما قلت في الاول ان انا عملت الجزء الاول كان المتاحف والقصور التاريخيه وثقافه الاكل. جينا في الجزء الثاني دورت على الاماكن السياحيه الحلوه بس اللي مش معروفه. نعم. يعني مثلا النهارده برج دبي الناس كلها عارفاه، برج خليفه الناس كلها عارفاه. صح. بس في اماكن كتير جدا في دبي زي متحف القهوه الموجود في دبي، زي مثلا منطقه السيف، في اماكن كتيره. صح. الناس ما بتعرفهاش، الحديقه القرانيه اللي موجوده في الخونيك في دبي. صح. فلقيت ان انا لما بزور الاماكن دي انا بعمل شيء مختلف جدا عن الموجود حاليا او. صح. اللي مش معروف، او الناس بتدخل تقول لي معقول في حديقه قرانيه موجوده في دبي؟ فبدات انا قصدي ده من فكره التغيير من الموسم الاول. سهلا. للموسم الثاني. جينا في الموسم الثالث اللي هو حاليا بيتعرض، الدوله هنا فيها العربيات الكلاسيك بيهتموا بيها جدا. سهلا. والناس كلها، انا واحد من الناس، كنت متخيل ان العربيات الكلاسيك دي للمتعه او مثلا يتمشى بيها، فنزلت عملت حوالي 12 حلقه مع اصحاب السيارات الكلاسيك في متاحف كتيره جدا، وبرضه اكتشفت الناس ما بتعرفهاش. عندنا متحف في العين، وفي متحف في الشارقه، وفي متحف في ابو ظبي للعربيات الكلاسيك. نعم. فدي فكرة المواسم اللي أنا قلت عليها، وفكرة برضو كلمة مشوار. أيوة. إنها تحلي كل ده. وأكيد عندنا أيضا في إمارة الفجيرة متحف للسيارات الكلاسيكية. صورت. موجود. صورته. صورته طبعا. نعم. وده من اللي هو فوق الجبل هذا. فوق الجبل. نعم. قدام مريدي على طول، وده من أجمل المتاحف على فكرة. والحلقات أنا نزلت أول حلقة يمكن من يومين، وهم 12 حلقة لفيت الإمارات كلها بحيث إن إحنا نعمل حلقة متكاملة عن السيارات الكلاسيك. نعم. طيب. التحديات اللي واجهتوها مصطفى انتم كفريق عمل برنامج المشوار، شو اللي واجهكم؟ شو الصعوبات؟ وكيف تغلبتوا عليها ايضا؟ والله هو كل حاجه بتبقى بالاستمراريه، يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا لما بدانا احنا كنا بادئين الناس مش عارفانا.
وكان صعب جدا ان حد يدينا تراست ان احنا هننزل نصوره، لان في مشكله كبيره جدا في الكاميرا، ممكن تطلع المكان ده رائع وممكن تطلع المكان ده وحش. ففي البدايه اللي فتح لنا بابه زي ما بنقول ونزلنا صورنا وصدقونا. يعني انا افتكر في من ضمن الاماكن اللي زرناها في المتاحف في اول جزء، يعني في اللي هم مديرين المتاحف ساعدوني كتير قوي. نعم. وفي اماكن تانية بعد ما اشتغلنا وبعد ما شافوا شغلي وبعد ما عرفوني بداوا هم اللي يكلموني. وفي حاجه جميله بقى هنا في الدوله في الامارات، ودي من الحاجات الحلوه قوي، ان في حماس للناس اللي انا رايح اصور، يعني بقوا بيساعدوني. يعني انا وصلت لمرحله النهارده مثلا ان انا لما بطلب من حد مثلا كفكره او ان انا حابب بقوا بيضيفوا لي كمان. صح. فاحنا مع الاستمراريه التحديات شويه بتقل، امكانياتنا بتزيد. يعني طبعا الاول كنا بنستخدم مثلا مايكات قليله شويه، بنستخدم مثلا كاميرات قليله شويه، مع الاستمراريه بدانا نضيف. صح. غير ان الناس اللي صدقونا او امنوا باللي احنا بنعمله، لان احنا بنعمل حلقه زي ما قلت لحضرتك ثقافيه، فاللي بيتفرج علينا النهارده بقى بيساعدني. يعني انا يمكن عندي تصوير الجزء الرابع هبتدي فيه دلوقتي، كنت حابب اصور الصقور، الصقور اللي هو الطير، يعني اكتشفت ان اللي انا بتكلم معاه بيساعدني بكل حاجه. نعم. فده كان سؤال التحديات. اكيد هيبقى في تحديات مستمره. صح. بس مع استمرار الوقت بتبدا تزول شويه شويه. صح. لما الناس بتتعرف علينا وتشوف شغلنا. فعلا. مصطفى، كيف تسعى لترويج هذه الحلقات مثلا ان وايضا تزيد من نسبه او عدد المشاهدات؟ يمكن برنامج اليوتيوب هو مش يعني مش لكل الناس قوي انها تخش الا ما تبقى عارفه الشخص. فبدانا في اكتر من سوشيال ميديا، اكتر. نعم. من مكان، يعني مثلا في الانستغرام، في التيك توك بيعمل انتشار كبير جدا دلوقتي. فبدانا ننزل اجزاء بس فقط من الحلقات، واكتشفت ان هي جابت لي رواج كبير جدا. يعني انا اعتقد في فيديو من الفيديوهات كنت مصور للشوتينج برضو عندنا مكان كبير جدا اللي هو السلاح الشوتينج. نعم. في العين، يعتبر من اكبر اماكن اللي بنقول المسدسات وحاجات زي كده. نعم. ونزلت الحلقه على التيك توك جابت 3.7 مليون مشاهده، فبالتالي الناس بتتفرج علينا وبتعرفنا. لما بتلاقي، عايز اقول لحضرتك على حاجه، الناس بتحب المعلومه وتحب المحتوى. نعم. يعني الناس لما بتلاقي حاجه ذو قيمه وليها معلومه وهتفيدهم، وده اللي انا بدور عليه في حلقتي، فبتتفرج عليا وبتتفرج عليا وبتحب تتفرج عليا تاني. افتكر وانا بصور الجزيره الحمراء، لما عملت دراسه عنها وشفت الفيديوهات اللي كانت موجوده على الجزيره الحمراء بتاعت راس الخيمه، هم يعني معظم الفيديوهات رعب وناس بتتخض وناس بتجري وحاجات زي كده. المنطقه دي منطقه جميله جدا وليها تاريخ كبير قوي. صح. اكتشفت ان هنا في الامارات الناس كان بتبني بالصدف اللي هو بيجيبوه من البحر ويخلطوه مثلا بالطين، وده كان لاول مره بشوف حاجه زي كده. صدف البحر. صدف. نعم. البحر، يعني هذا صدف ورانا وين ما بالظبط. فلما جيت اتكلمت عن تاريخ المنطقه وازاي بدات، فلقيت الناس اللي بتدور النهارده تشوف الجزيره الحمراء بتروح لمصطفى عشان تتفرج على الحلقه بتاعته. هي يعني مش بنعمل الحلقه مجرد بس حلقه كده ان انا زرت مكان، لا ده في تاريخ كامل للمكان ده. وانا يعني مش مرتبط قوي بعدد دقائق، يعني لو الحلقه تقف معايا على دقيقتين انا اوكي، لو الحلقه تقف معايا على 16 دقيقه انا اوكي. المهم المحتوى، انت مركز على المحتوى. انا مركز على ان الحلقه بتاعتي تعيش 100 سنه قدام. نعم. يعني انا النهارده لما طفل صغير او حد عنده 30 سنه او حد عنده 60 سنه يجي يتفرج على قصر الشيخ زايد النهارده او سنه يعني 2050، انا بعمل له حلقه دوكيومنتري تعيش معاه وليس مجرد مكان واحد زار. تدري مصطفى، انا اشبه صانع المحتوى الشاطره بين قوسين الشاطر، اشبهه بالشخص الذي يقود الاعمى الذي لا يرى. طبعا. نعم. بمعنى طبعًا. انه هو اللي يوجهه. طبعا. صانع المحتوى الشاطر هو من يعرف الناس الاماكن، هو من يدليهم، هو يكون كدلاله يعني حتى مروج، يعني عنده اسلوب ترويج لحرفه معينه، سياحه معينه، فنادق معينه، مطاعم معينه، اماكن معينه. فانا هذا اشبه صانع المحتوى الشاطر بهذا. وانا حلقتي بحاول بقدر الامكان اللي هيتفرج عليا هو زار المكان. نعم. يعني انا بالكاميرا بتاعتي بجيب له كل ما يعني كل ركن في المكان، فبالتالي اللي بيتفرج على الحلقه هو بيستفيد معلومات، وفي نفس الوقت هو زار المكان، عينيه شايفه المكان. نعم. واحساسه حاسس احساس انا. يعني انا لما بزور المكان انا بتعرف على المكان كاني لسه اول مره ادخله.
فاللي هيتفرج على الحلقة مش بس هيشوف الصورة هتبقى بالنسبة له كويسة، لا ده هيحس كمان الفيلينج بتاع المكان. صح. فعلا. مصطفى، نتحدث شوي عن الممثل مصطفى الترك، خاصة أنك شاركت في العديد من الأعمال الدرامية، خبرنا الحين عن الممثل عنك. اللي إحنا البداية أول ما اشتغلت طبعا أنا أخذت ورش تمثيل وإخراج هنا، كان برضو في دبي كتير، وبدأت كان في مسلسل هارون الرشيد اللي هو كان بتاع القصي، واختاروني أن أنا أمثل فيه. وجينا بعد كده كانت الدورة الأولى بتاع مهرجان العين، عملنا فيها فيلم اسمه ضربة مرمى. الفترة يمكن بدأت أتجه للبرنامج شوية، يعني أنا أساسي أصلاً مش مذيع إعلامي يعني. نعم. وأنا شايف إن في فرق كبير بين الاثنين، يعني أنا اتدربت على إني أكون مذيع وقت كورونا. نعم. لأن طبعاً كان في فترة ما فيش فيها أي أعمال أو حاجة زي كده، في نفس الوقت بدأنا البرنامج لأن الناس كلها كانت قاعدة فترة طويلة جداً في البيت، فإحنا كنا بنعمل لهم محتوى ترفيهي. صحيح. شوية وانا افتكر كنا بنقلع التمامات ونصور، لان انا ما كنتش حابب اربط الفتره الزمنيه بفتره كورونا. صح. طب شو الفرق بين الاعلامي والممثل؟ ذكرت الان في فرق كبير جدا. شو الفرق بينهم؟ كبير جدا. اولا احنا بنسمي في التمثيل سرقه الكاميرا، وده بيبقى الممثل اللي هو لسه مبتدئ او حاجه زي كده، دايما عينه بتروح على مكان الكاميرا، عكس الاعلامي. الاعلامي هو رايح للكاميرا. يعني انا اول مره لما بدات اصور يقول لي بص هنا، بص للعدسة، اضحك للعدسة كأن في ناس أنت بتتكلم معاهم. صح. ففي فرق. أنا متعود على حاجة تانية خالص، أنا متعود أن العدسة دي ما شوفهاش. نعم. يعني العدسة مش محتاجها، غير أن أنا كممثل أنا بيجي لي سكريبت، بيجي لي بيقول لي مصطفى أنت هتعمل 1 2 3 4، لكن أنا البرنامج النهاردة لا، أنا اللي بعده. ففي فرق في الفكرة. طب شو حبيت أكثر؟ والله الاثنين. الاثنين. والصعب بالنسبه لي دلوقتي بقت الفكره. يعني انا النهارده انا بتكلم كبرنامج، انا بدور على اي حاجه تبقى مش معروفه. نعم. وفي نفس الوقت تبقى بتشد اللي بيتفرج عليا وبتضيف له معلومه. نعم. انا اسف بس هتكلم على حاجه تانية كمان. في اكاديميه مثلا انا ان شاء الله بصورها، اكاديميه عن تدريب الكلاب. نعم. انا اللي بيتكلم معايا اللي هو صاحب الاكاديميه قال لي حاجات انا بالنسبه لي غريبه جدا، وان شاء الله لما هنصورها اعتقد اللي هيتفرج عليها ان الكلب بيتدرب مع الناس اللي عندها امراض زي مرض السكري مثلا او زي مرض التوحد، ان هو يساعد الشخص. وده موجود هنا في الدوله محدش يعني. انا اول مره احنا نسمع هذا. انا اسمع الكلام صراحه بالظبط، ولقيته متحمس جدا وانا تحمست على حماسه. الفكرة طبعا عنده أكاديمية كبيرة وبيدرب الكلاب لذوي الاحتياجات أو مثلا المريض أو حاجات زي كده، إن الكلب هو اللي يساعد. حلو إنه في أفكار جديدة يتم طرحها من خلال البرنامج فعلا. وموجودة وما عليهاش الضوء، وفعلا حاجة. صحيح. حلوة جدا. فطبعا لما اتكلمت معاه أنا تحمست أكتر من حماسه. نعم. حلو. طيب مصطفى، هناك سؤال حقيقة يتجه يعني على يعني منصة الأهمية القصوى أمانة على الصعيد الشخصي. ليش الإمارات؟ لماذا اخترت دولة الإمارات العربية المتحدة لصناعة هذا المحتوى، للترويج لهذه الأماكن؟ اشمعنى بالمصري، اشمعنى الإمارات؟ طيب حكتين الأول. أولاً عشان بقالي 20 سنة ما شاء الله عليك الإمارات. خلاص اتعود يعني خلاص يعني تعتبر النهارده هي بلدنا. بالضبط. بقى لي فتره طويله جدا فيها، فلما بدانا من الامارات. ثانيا، والنقطه اللي اتكلمت فيها ان في حب من الاماراتيين اللي انا بروح اصورهم، وفي مساعده كبيره، وبلاقي ترحاب، وبلاقي ان هو بيساعدني. يعني انا لما رحت اصور مثلا المتحف بس بتاع العربيات الكلاسيك، لقيت لا في يعني في لا ده صاحبي، لا ده عنده، فبيساعدوني جامد جدا. نعم. مصطفى، وين شو طموحك؟ وين حاب توصل من خلال مثلا برنامج مشوار؟ وما هي رسالتك الاعلاميه اليوم؟ والله انا بالنسبه لمشوار حابب ان احنا نتحرك حاليا بقى من دوله لدوله. نعم. يعني وبرضه بنفس الفكره، يعني يمكن انا حد وراني جزيره في عمان كنت اول مره بشوفها حاجه خرافيه. نعم. قلت له انا محتاج اجي اصورها. فهنتنقل من مكان لمكان بره دولة الإمارات، بس في نفس الوقت طبعا أكيد حلقاتنا موجودة في الإمارات. ده بالنسبة للشق الإعلامي أو بالنسبة. نعم. لليوتيوب. وفي مجال التمثيل طبعا أكيد حابب إن إحنا أكيد أظهر على الشاشة. نعم. أتكمل. طيب فريق المشوار
حدثنا عن فريق المشوار الموجود. الفريق مشوار احنا يعني الاول كنا شخصين، وبعد كده طبعا هرجع اقول لحضرتك على حاجه، كل اللي بيامن بينا، وانا عندي طريقه في الشغل شويه، انا بحب اللي بيشتغل معايا اكون بيحبني ومقتنع بيا، لان انا مختلف شويه، انا مش عايز اعمل حاجه ملهاش قيمه، وده صعب ان انت تلاقي حد النهارده في السوشيال ميديا مقتنع باللي انت بتعمله. نعم. فبدانا في الاول كان معايا مخرج اسمه الحسن محمد وانطلقنا الفكره، بعد كده بقى معانا مجموعه مصورين، عندي يوسف الملاح وعندي علي، بعد كده بقى عندنا استوديو للصوت. زي ما قلت لحضرتك ان احنا شويه بشويه الاهم حاجه بالنسبه لنا كمحتوى غير المعلومه، يعني الصوره والصوت، وبعد كده هتتفرج على المعلومة. يعني أنا واحد من الناس لو شفت حاجة جميلة جدا بس صوتها وحش مش هكمل الفيديو، صحيح. أو لو شفت معلومة مفيدة جدا بس الصورة بتاعتي شكلها مش حلو، نعم. مش هتفرج. فبدأنا نزيد من التيم بتاعنا، بدأنا نعلي من الكواليتي بتاعت الفيديوهات، ودي حاجة أنا حاببها. النهاردة اللي هيشوف الفيديو بتاعي مثلا من حوالي سنتين غير اللي هيشوف فيديو النهاردة، نعم. فالتيم بيكبر ولسه بنكبره كمان، كنا بنشتغل بتليفون، النهارده بنشتغل بكاميرات، بعد كده هنشتغل بدرون، يعني الجزء الرابع كله هيبقى فيه حاجات اعلى شويه، صحيح، علشان الصوره وعلشان انا محتاج اصور. يعني انا ان شاء الله في الفجيره هنا هصور المراكب الكبيره بتاعت صيد السمك، صح، فطبعا محتاج درون، نعم. والتيم بيكبر، نعم. الحلقه الاولى من برنامج مشوار كان عندك هدف، هل في الموسم الرابع لبرنامج مشوار على اليوتيوب انت وصلت لهدفك الاول من اول يوم ولا بعدك ما وصلت؟ لا احنا مش هنوصل. كل يوم يكبر الطموح؟ طبعا كل يوم هيكبر الطموح، وكل يوم هتكتر الاماكن، وكل يوم هنضيف جديد. فاكيد انا بدات البرنامج ونكمله كتير جدا، هنكمل حلقات هنكمل حلقات، فاكيد الهدف يعني انا مش هوصل لمرحله اقول انا كده خلاص، نعم. وقفت كهدف وقف، لا 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 احنا مكملين، صحيح. ذكرت قبل شوي في جوابك بان انت حاب بان هذا الفيديو هذه الفيديوهات تتم 50 سنه بالضبط، 100 سنه، كانها برنامج وثائقي، طبعا، صح. شو الخطه اللي حاطينها علشان تكمل ل 50 سنه وتبقى موجوده؟ هي الخطه بدات من واحنا بنعمل البرنامج، نعم. انا ما كنتش عايز فئه عمريه، أوكي. انا كنت عايز كل الناس تتفرج عليا. يعني أنا اكتشفت إن في أطفال مثلا في المدارس بيدرسوا حياة الشيخ زايد مثلا الله يرحمه، وبيدرسوا الأماكن والمتاحف، هو لو اتفرج على الحلقة مش محتاج يذاكر. نعم. فكان الهدف بتاعنا إن أنا مش عايز فئة عمرية تتفرج عليا. نعم. مش عايز إمارة معينة أو مثلا دولة معينة تتفرج عليا. موجهة للجميع. الحلقة موجهة للجميع وأنا ببسطها عشان تبقى موجهة للجميع. نعم. بدي نفس المعلومة بس بديها له بسلاسة، عامل زي الدكتور كده مثلا، ممكن يتكلم كلام كتير المريض ما يفهموش وممكن يقولها له بصورة مبسطة. نعم. فدي فكرة ان الحلقة هتعيش كتير جدا لان هي موجهة لكل الفئات، وفي نفس الوقت اعتقد ان مفيش معلومة حد هيروح يعمل فيديو بعدي. يعني انا اكتشفت بالجزيرة الحمراء والقرية اللي هي المدفونة اللي في المدام، نعم. كتير جدا من اليوتيوبر دمجين الاثنين في بعض، وانا كنت متخيل ان الاثنين واحد، فلما قعدت اذاكر اكتشفت ان ده مكان مختلف جدا وده مكان مختلف جدا، وانا كنت اقول ان انا بعد حلقتي يعني نوع من يعني الثقه شويه مش الغرور، يعني انت مش هتلاقي معلومه ثانيه تقولها، صح، يعني لان انا بلم خاصه انه عندهم لبس في المعلومات، نعم. في لبس، وانا مصادري مختلفه، يعني انا مثلا انا هذاكر فيديوهات يوتيوب، هذاكر ورق، هذاكر تاريخ، وهروح لاصحاب يعني واحنا في قصر الشيخ زايد مثلا، مدير المكان قال لي معلومه انا اول مره كنت اعرفها، في مجلس كان الشيخ زايد الله يرحمه وفي جنبه مكتب صغير، انا كنتش عارف المكتب الصغير ده ليه، ما هو في مجلس كبير اللي بيقعدوا معاه وبيطلبوا منه. فالجمال والحكمه من المكتب الصغير ده ان اللي عنده حاجه ومحرج يقولها قدام الجميع بيخش المكتب يقول نعم، يخش مع الشيخ زايد لوحديهم ويقول له عليها بحيث انه ما يبقاش قدام العام. فانا بقول يعني انا هعمل حاجه هدرسها كتير جدا عشان الحلقه بتاعتي تبقى ما فيهاش حاجه. مصطفى، سؤال ويا ريت تكون الاجابه بكل شفافيه. حلو. وهذا ما عهدناه فيك. طبعا. مهم عندك المشاهدات ولا مهم عندك الزيارات اللي من خلال اللي تكون من الناس ومن خلال ترويجك لهذه الاماكن؟ الاثنين. انا اقول لحضرتك الاثنين ليه. اولا انا بستفيد كأنا بقى قبل الناس، يعني انا لما بصور كل حلقه انا بستفاد استفاده كبيره جدا 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 لدرجه ان انا في معلومات كتير جدا ما بعرفهاش، فثقافه ليا اولا انا بستفيد. اللي هيزور المكان
اكيد هيستفيد بعد ما انا اتفرج على الحلقه. صحيح. ثالث حاجه اكيد المشاهدات طبعا. صح. يعني انا بالنسبه لي المشاهدات مهمه جدا، لان المشاهدات معناه نجاح. انا لو ما عنديش مشاهدات مش هكمل، ولو عندي مثلا تعليقات سلبيه ممكن يبقى فيه اهتزاز شويه، او ممكن، فالحمد لله انا شايف المشاهدات بتزيد. صح. معنى كده ان الناس اللي بتتفرج عليا بتقولي كمل فعلا، ما توقفش، ودي حاجه صعبه جدا في الممثل وفي الاعلامي. صحيح. انا بقول ان القبول اهم من المعلومه واهم من المحتوى. انا اللي بيتفرج عليا لو مش متقبلني كمصطفى بيشرح المكان او مثلا مهتم باللي بيتفرج عليه، مش هيجي مشاهدات. نعم صحيح، نورتنا لهذا المساء. اتفضل، عندك كلمه اخيره؟ كان اتفضل. عندي بقى اخر حاجه. نعم. دايما اللي احنا بنروح نصورهم كمان، انا لما باجي اعرض عليه الفيديو بيبقى فرحان جدا، فده برضو نجاح ليا يعني. صح. انا طبعا بصور اشخاص كتير وبعمل حلقه، فصعب ان احنا كبشر يعني. صح. نقتنع بالمنتج الموجود اللي صوره لنا. انا واحد من الناس لما حد بيجي يصورني فوتوغرافيا مثلا بختار 5 صور من اصل 50. صح. تمام، لان احنا دايما بنحب نبقى في احسن صوره، فمعنى ان انت اتبسطت من شغلي او شفت الحلقه وعجبتك. نعم. يبقى انا واصل الحمد لله. صح. انا فدت الناس وانت كمان. صحيح. شفت شكلك. صحيح. بشكل حلو. نورتنا لهذا المساء صانع المحتوى مصطفى الترك، نتمنى لك كل التوفيق اكيد بهذه المسيره الاعلاميه وايضا التمثيليه. يعطيك الف عافيه، نورتنا. بنورك، اشكركم جدا. شكرا. وصلنا الحين لختام حلقتنا يا علي. نعم. اجازه سعيده لك، واجازه سعيده لكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا عبر شاشتنا، واكيد نترياكم وتريونا في بدايه الاسبوع يوم الاثنين باذن الله. يعطيك العافيه يا علي. يعطيك العافيه مروه. نعم مشاهدينا، وصلنا معكم لختام هذه الحلقة، إجازة سعيدة للجميع، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم عمل استوديو الفجيرة، ودمتم بخير.